السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مكملين مع معايير اختيار الكمبيوتر المحمول، وقدمنا كذا حلقة. في الحلقة الأولى قلنا إن أنت أول حاجة لازم تحدد طبيعة استخدامك للكمبيوتر المحمول، وبعد كده قلنا إن أنواع الكمبيوتر المحمول في أنواع مختلفة كتيرة، فأنت برضو لازم تختار النوع اللي أنت عايز تستخدمه. وبعد كده اتكلمنا عن بعض الحاجات برضو اللي ممكن تأثر في اختيارك لللابتوب، زي مظهر الكمبيوتر ووزنه، خاصة لو كانت طالبة بنت هي اللي هتستخدمه. وبعد كده مع اختيار معالج الكمبيوتر المحمول، ثم الرامات وازاي نختار النوع المناسب، واتكلمنا عن الهارد ديسك، الأقراص الصلبة وأنواعه وازاي نختار المناسب، وكارت الشاشة برضو اتكلمنا عنه، واتكلمنا عن البطارية رقم 8، وهنتكلم النهاردة بإذن الله واتكلمنا عن رقم 9 برضو، وهنتكلم بقى في الحلقة دي عن منافذ الكمبيوتر المحمول. لما اجي اشتري كمبيوتر محمول، من ضمن الحاجات اللي انا لازم اخلي بالي منها البورتس، المنافذ اللي موجودة في اللابتوب. ليه؟ لان المنافذ دي هي وسيلة اتصال اللابتوب بكل العالم الخارجي. يعني انا محاضر وعندي داتا شو في الكلية، والداتا شو دي بتتوصل باللابتوب عشان الطلبة تشوف المحاضرة. ازاي بيتم توصيل الداتا شو؟ من خلال سلك بمنفذ من منافذ الكمبيوتر المحمول. طيب انا الداتا شو اللي في الكلية فيها منفذ في كارت الشاشة اللي هو ايه، فيجا، دي صب القديم خالص، وده لابتوب بتاعي فيه اتش دي ام اي، يبقى المنافذ دي اتأثرت، فانا بضطر اعمل ايه، بجيب كونفرتر او محول ووصل من هنا ب اتش دي ام اي ومن الجنب التاني بفيجا زي ده كده، فيجا بورد. يبقى المنافذ دي يا جماعة بتكون يعني مهمة في اختيارك لللابتوب. بس ما تقلقش، لو اي منفذ منهم حصل فيه اي مشكلة او ما اشتغلش معاك بشكل جيد، على طول بجيب كونفرتر او محول. وكنت عرضت حلقة برضو عن المحولات وازاي نستخدمها وايه هو ازاي نجيبها وازاي اقدر اتعامل معاها. وادي دي امثلة للمحولات اللي انا عرضتها في الحلقة دي، اللي هي بتحول مثلا من HDMI او من ديسبلي بورت الفيجا والعكس، يمكنك ان انت ترجع ليها وتشوفها. يبقى دي كده خلاص منافذ الكمبيوتر المحمول. قلت لك لو جبت لابتوب ما فيهوش المنافذ المناسبه هتحتاج تستخدم كونفرتر. طيب عايزين بقى نتعرف على المنافذ دي كده بسرعه علشان خاطر هي مهمه بالنسبه لنا. طبعا ده بتاع الصوت، ده يو اس بي تايب سي جديد، ده طبعا يو اس بي 3 لان لونه ازرق، ده اتش دي ام اي، وده طبعا ممكن يكون غالبا منفذ الباور زي ده كده اهو، منفذ الباور اللي بيوصل بيه الشاحن عشان ندي كهرباء لللابتوب. هنا مكان توصيل كابل شبكة الار جي 45، ودي يو اس بي 2 عشان لونه اسود، ويو اس بي 3 بيبقى لونه ازرق زي كده، وهنا اتش دي ام اي اهو زي ده. هنا اللابتوب ده فيه منفذين، الاتش دي ام اي لتوصيل كابلات الاتش دي ام اي للعرض والفيجا بورد، وبعد كده طبعا مكان لتوصيل الاس دي كارد اللي هي الكروت بتاع الموبايل لو عايز اوصلها موجود اتنين. طيب خلاص قلنا ما تقلقش لو اي منفذ من دول مش موجود عندك. ليه؟ لان انت ممكن تحتاج لكونفرتر. والمنافذ دي برضو بتكون مرتبطة بالنقطة رقم 11 اللي هي وسائل الاتصال بشبكة الانترنت والتواصل والادخال. من ضمن الحاجات المهمة برضو لما تيجي تشتري لابتوب، اسأل على الوسائل اللي اللابتوب بيتصل من خلالها بشبكة الانترنت، وهم بساط ومعروفين، فانا همر لك عليهم كده بسرعة واقول لك عليهم واحدة واحدة. اول حاجة الكمبيوتر بتاعي فيه مكان لتوصيل كابل الشبكة ولا لا، اللي هو الكابل اللي بقى فيه 8 سلوك اللي اسمه RG45، يبقى ده لو طالما لقيت فيه مكان يبقى فيه نتورك كارد اللي هو فيه كارت الشبكة اللي بوصل بيه كابل الشبكة. رقم 2 المهم جدا، الجهاز فيه كارت وايرلس ولا لا، اللي هو الواي فاي الوايرلس لان اللي هو شكله ده جوه اللابتوب، وبعرفه ازاي من جوه الويندوز، بلاقي الشرط بتاع الاتصال بشبكة الوايرلس. طيب لو ما فيهوش الكابل ده وما فيهوش ده، القطعة دي بتتباع عادي خالص وبتركب على يو اس بي وبتخلي الجهاز يشتغل من خلال الواي فاي. وكذلك الحال الكابل الشبكة اليو اس بي برضو بيتباع لو اللابتوب بتاعك ما فيهوش واحدة من الاتنين. تعالى كده اوريهم لك اهو زي الكابل ده كده. يبقى لو اللابتوب بتاعي ما فيهوش المنفذ بتاع كابل الشبكة اللي هو بوصل من خلاله كابل شبكة اللي هو الار جي 45 ندخل على الانترنت، ممكن استعين بكابل يو اس بي زي كده. ونفس الكلام في يو اس بي واي فاي، لو انت كده جيت ما لقيتش برضو الجهاز فيه واي فاي، فممكن ان انت ايه تروح جايب له قطعة واي فاي زي دول كده وتبقى حليت المشكلة. يبقى انا بقولك على ان اللابتوب لو فيه الحاجات دي داخلية بيكون افضل، ما فيهاش ممكن تستعين بيها بشكل خارجي.
رقم 3 البلوتوث، الجهاز بتاعي فيه بلوتوث ولا لا؟ هنا الجهاز لو انا بصيت من اول لمحه كده اهو فيه واي فاي، وده كده البطاريه بتشحن، وادي ده بتاع الصوت، وادي فيه بلوتوث ايكون. وبرضه لو مش موجود ممكن انت برضه تستعين بيو اس بي بلوتوث، 8 10 15 جنيه. رقم 4، احيانا بقى الناس اللي هي مثلا بتسافر كتير او مندوب مبيعات ومحتاج يبقى متصل بالانترنت بشكل دائم، يا اما ان انت تشارك الانترنت من خلال الموبايل بتاعك وتستقبله على كارت الواي فاي، اللي هو بتعمل نقطة اتصال فعالة وتتصل ما بين الموبايل بتاعك وتدي للواي فاي لللابتوب، او ان انت على طول تروح جايب القطعة دي اللي اسمها W-WAN. دي القطعة دي بتركب داخل اللابتوب وبيتم تثبيتها، وبتدي لك امكانية انك تركب شريحة الموبايل بتاعك او الهاتف المحمول علشان تتصل بالانترنت من غير اي قطع خارجية. يبقى ال W1 دي اللي هي الشبكات الهوائية بتاع الموبايل، وبتدي لك امكانية ان انت تركب الشريحة بتاع الموبايل بتاعك او شريحة الداتا، وتقدر ان انت تتصل بالانترنت من غير اي قطع تماما. يبقى القطعة دي فايدتها ايه؟ بتديني امكانية ان انا اركب شريحة موبايل او شريحة هاتف او شريحة بيانات، الشريحة بس الصغيرة السيم كارد دي داخل اللابتوب، وغالبا بيبقى مكانها خلف البطارية، واقدر اتصل بالانترنت في اي مكان من غير اي قطع اضافية. طبعا في اجهزه كتيرة جدا ما فيهاش القطعه دي، ماشي. رقم 5، اللابتوب بتاعك فيه ويب كام ولا لا؟ فيه كاميرا ولا لا؟ خاصه لو انا كنت اجيب لابتوب الاسره، زوجها مسافر وبيتكلموا مع بعض، فممكن يكون موضوع الويب كام مهم، ولو مش موجود ممكن نشتري كاميرا يو اس بي. الميكروفون البلت ان بيبقى احيانا في الاجهزه، معظم 99% من اللابتوبات بيبقى فيه مايك موجود لاستقبال الاصوات، وفي اكتر من مايك، ممكن يبقى فوق بجوار الكاميرا وممكن يكون بالاسفل. طيب كارت الريدر، الموبايلات بتاعتنا فيها كارت، عايز اوصل الكارت ده على اللابتوب عشان انقل الداتا، فممكن ان احنا يكون فيه منفذ اللي هو الكارت ريدر، وممكن ما يكونش فيه. طبعا لو انت الحاجه دي مهمه بالنسبه لك ابحث عنها. الكمبيوتر المحمول فيه منفذ لتركيب السماعه والمايك، ده اهو فيه منفذين اهو، واحد للسماعه وواحد للمايك، واحيانا بيبقى نفس المنفذ بيشتغل للسماعه وللمايك. بعد كده اللابتوب بتاعك فيه تاتش باد ولا لا؟ اللي هي شاشه اللمس اللي هي بديل الماوس، علشان محتاجش الماوس خارجي ففي التاتش باد دي ولا لا. الكمبيوتر المحمول فيه احيانا حاجه اسمها البوينتنج ستيك او العصايه بتاع التاشير، ودي بتبقى موجوده في وسط الكيبورد زي كده بتاع اللابتوب، وبتستخدمها كبديل للماوس، ولما نيجي كده مثلا ندور عليها على الانترنت بتلاقي ليها زرارين ماوس اضافيين. يعني لو جيت كده بصيت معايا على اللابتوب ده كده، دي تاتش باد اهي، الماوس بتاع الجهاز اللي هو الماوس اللمس، وده الكليك شمال والكليك يمين بتوعه، ودي اللي هي البوينت ستيك اهي اللي هي العصايه دي، وده اللي هو الايه الكليك شمال بتاعه والكليك يمين. يبقى ممكن اللابتوب يبقى فيه تاتش باد بس، وممكن يبقى فيه البوينتنج ستيك، ويبقى فيه التاتش باد في نفس الوقت. رقم 12 بقى من ضمن المعايير اللي بنستخدمها عشان نشتري لابتوب كويس، اللي هو حجم لوحة المفاتيح. ولوحة المفاتيح دي ليها احكام، في واحدة بتبقى صغيرة وفي واحدة بتبقى كبيرة. تعالى كده نبص مع بعض. دي كده الكبيرة، عرفت منين؟ ان فيها الجزء الخاص بالارقام اللي هي الآلة الحاسبة، الجزء ده كده، ودي لوحة المفاتيح الصغيرة لان ما فيهاش القسم ده في الكيبورد، ودي دايما بتكون موجوده في اللابتوب اللي هو حجمه كبير، ودي بتكون موجوده في اللابتوب اللي حجمه صغير. طب مين اللي بيهتم بحجم لوحه المفاتيح وليه انا كتبت عنها؟ لان انت لو محاسب وشغال في شركه وتعاملك كله مع الارقام، ما تقوليش بقى انا اجيب اللاب 12 بوصه واقعد اشتغل بالطريقه دي. لا، انت بتعمل ايه؟ بتروح جايب لابتوب بحجمه كبير شويه، لان الكيبورد ليه علاقه بحجم اللاب، علشان يكون فيها الجزء بتاع الآلة الحاسبة اللي هي منطقة اريا نيوميركي كيبات. ولو مش موجود عندك وعندك لابتوب صغير، سهلة جدا ممكن تشتريها يو اس بي وتوصلها باليو اس بي وتشتغل. يعني انت برضو لو انت غلطت وشريت اللاب وعايز تجيب يو اس بي منها، موجودة برضو بتتباع، ما فيش اي مشكلة خالص. اهو لو جينا زي دي كده مثلا، اهي دي بتتصل كمان واي فاي، ودي بتتصل من خلال سلك. يبقى انا بقول لك ان انت يفضل لو انت محاسب تجيب لابتوب بحجمه كبير شويه وفي الحته دي، لو مش موجوده وعندك لاب صغير استخدم اللي هي منطقه الارقام الخارجيه. رقم 13، في معايير اختيارك للابتوب عند الشراء بيحتوي على دي في دي ولا لا؟ وطبعا قلنا ان في فرق ما بين النوت بوك والالترا بوك والتراديشنال لابتوب والموبايل ورك ستيشن، وقلنا ان النوت بوك والالترا بوك بيبقى حجمه نحيف، لذلك لا يحتوي على مشغل اقراص ضوئيه دي في دي.
طيب انا اصلا شغال بقى اصلا بتاع فيديوهات وبتاع افراح وبتاع تصوير، والعملاء بتوعي بعد ما بخلص بنسخ لهم الصواني الدي في دي واديها له علشان خاطر ياخد الفيديو بتاع الفرح او بتاع المناسبه او مناقشه الرساله بتاعته. يبقى انا على طول اجيب نوت بوك والترا بوك، يبقى قرار خاطئ تماما. ولكن ان انا بضطر ان انا اعمل ايه، يجيب تراديشنال لابتوب، يجيب موبايل ورك ستيشن بيبقى فيه برضو مشغل دي في دي، او ان انت برضو تروح جايب دي في دي خارجي يو اس بي دي في دي. اهو لو كتبنا له كده يو اس بي وقلنا له دي في دي درايفر هتلاقيه على طول موجود وبيتوصل من خلال كابل. طبعا انا بدي لك دايما الحاجات، يعني لو انت عندك الحاجه دي يبقى كويس، لان انت لو شغال في قصه الفيديو فمش هتقعد تتنقل بقى باللابتوب ومشغل الايه الدي في دي، ولكن يفضل يبقى بيلت ان. طب لو مش عندك بدي لك الحل تعمل ايه. رقم 14 بي دي بقى نقطه مهمه جدا، يعني تكنولوجيا صناعه الكمبيوتر المحمول وخط انتاجه وقوه تحمله. لان الناس دايما يقول لي انا هشتري لابتوب اي 5 او اي 7 جيل رابع ب 2000 جنيه وفي واحد تاني اي 5 جيل رابع ب 10000 جنيه، ايه الفرق؟ عايز اقول لك ان انت مثلا لما بتيجي تشتري عربيه تويوتا كرولا، العربيه دي ياباني ثمنها بيعدي 300000 جنيه وهي 1600 سي سي، وبتشتري نفس العربيه برضو في الفيرنا وثمنها كام؟ مثلا 100000 او 150000. يعني العربيه تويوتا كرولا 1600 سي سي وثمنها ضعف ضمن ثمن الفيرنا، مع ان هما نفس قوه الموتور طبعا، لان تكنولوجيا التصنيع والفكر اللي موجود في المنتج ده غير المنتج ده. كذلك لما تيجي تشتري يا سيدي موبايل، انا بقول ايه، انا عايز اشتري موبايل، اشتري موبايل من بتوع سامسونج، يقول لك والله انا عندي الفئه العاليه قوي، التكنولوجيا العاليه قوي اللي هي سلسله النوت، وتمنها غالي جدا، الارخص منها سلسله الاس، ونفس المواصفات في الرامات والبروسيسور تقدر تجيبها في موبايل سلسله ايه ويكون تمنها رخيص جدا. ليه؟ خط الانتاج والتكنولوجيا المستخدمه بتختلف، حجم المذر بورد وشكلها ومكوناتها الداخليه بتختلف. لذلك انت مثلا لو جيت لمنتجات اتش بي تلاقي مثلا البافيليون، شوف ممكن تلاقي سعره كام، وانت لو جبت نفس اللاب من شركه اتش بي اليت بوك او زد بوك تلاقي ثمنه قد ده 3 4 مرات من خلال الموقع الشركه نفسه. يعني نفس المواصفات في الهارد ديسك ممكن تبقى قريبه، نفس المواصفات في الرام، ولكن الثمن بيكون مختلف تماما. لذلك امتى، حتى لو دخلت على مواقع الشركات زي موقع شركه اتش بي وتقول له انا عايز اشتري لابتوب، يقول لك والله انت عايزه للاستخدام المنزلي ولا عايزه للبيزنس اديشن. طب لو للبيزنس اديشن يقول لك والله بتاع الجيمز بكذا وبتاع الاستخدام الشاق بكذا وهكذا. لذلك انت في علاقه هنا مباشره ما بين النقطه دي والنقطه اللي هي ترجع لها في الحلقه بتاع انواع اللابتوب اللي هي كانت النقطه رقم 2، لما اتكلمت عن انواع اللابتوب وقلت ان مش كل انواع اللابتوب بيكونوا زي بعض. لما اتكلمت هنا كده اهو عملنا حلقه بخصوص عن انواع الكمبيوتر المحمول، ودي بيكون ليها علاقه كمان بالجزء اللي بنتكلم فيه اللي هو خاص بتكنولوجيا صناعه اللابتوب. وعشان بس اختصر لك الكلام واسيبك انت بقى تدور بنفسك وتعرف ايه الموضوع ده، تعالى كده خش على موقع شركه ديل وشوف كده الطفبوك اللي هي الكتاب القاسي، واتفرج يا سيدي على الفيديو ده كده عن لابتوب بتعمله شركه ديل اسمه ديل لاتيتيود اي 6420 اكس اف ار اكستريم تيستينج. يعني شوف كده الفيديو ده وانت تعرف اللي انا قصدي عليه. يعني ده لابتوب مصنوع بتكنولوجيا انه يتحمل اقصى واصعب الظروف في الشغل، فخط الانتاج وقوه تحمل اللاب بتكون مختلفه. بص كده معايا على الفيديو، انا فتحت لك حته منه لما الراجل بيختبره، بص بيقف عليه برجليه ازاي، وبعد كده لو مشيت قدام شويه بص تلاقيه بيعدي عليه كمان بعربيه كده. بص يعني تكنولوجيا انتاج مختلفه تماما، وهترجع تلاقيه برضو ايه شغال زي ما هو، مفيش اي مشكله خالص. لذلك تكنولوجيا انتاج وصناعة الكمبيوتر المحمول ونوعه بيختلف، مش المواصفات بس اللي بتحدد سعر اللابتوب وقوة تحمله. واخيرا طبعا اللي هي عامل التكلفة او القوة الشرائية للمستخدم، وانا قلت لك النقطة دي قبل كده في اول حلقة بس انا بعدها لك تاني. ليه؟ لما تشتري لابتوب ركز على سلسلة اللابتوب وكارت الشاشة والماذر بورد، دول مش هتعرف تغيره، انما الرامات ممكن تضيفها في المستقبل، الهارد ديسك ساعته صغيرة ممكن ترقيه في المستقبل، انت حر. يبقى انت حسب قوتك الشرائية حاول تجيب افضل لابتوب بيكون مناسب للفلوس اللي معاك، بحيث تقدر تعمل له ابديت في المستقبل.
بكده بنكون خلصنا المعايير، ممكن نكون أطلنا فيها أو اختصرنا. أتمنى يكون الفكرة وصلت. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.